كلمة خلي بصمتك يا تهودي الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله رانا في عملية تفجير بالتنسيق مع الفرع الموارد المائية ومؤسسة التطهير الجزائرية للمياه. اليوم رانا في منطقة زريديب في المحطة الرفع المياه المستعملة. حضرنا 70 شكلة كبداية لإتمام البرنامج والشعار الوطني مليون شجرة، ونحن الآن في نفس في المكان متواجدين نقوم بغرس 70 شجرة إن شاء الله. انطلقت هذه العمليات يعني تجسيدا لهدف الحملة التي أطلقها السيد وزير الموارد المائية أرزقي بمناسبة مليون غرس مليون شجرة على المستوى الوطني، وهذا كان بحضور السلطات المحلية والغابات وعمال الموارد المائية بالقسم الفرعي، عمال يعني الديوان الوطني للتطهير وعمال الجزائرية للمياه بمشاركة الجمعيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قام ديوان الوطني للتطهير المتمثل في قسم الفرائقين في مركز التطهير بالأبيض سيد الشيخ بمشاركة إقليم الغابات والموارد المائية قسم الموارد المائية والجزائرية المياه وجمعية فاسيل البيئة والسياحة بغرس 70 شجرة بمنطقة تاريخية مسمى زريديب، وهذا في إطار مشروع غرس مليون شجرة الذي تم من طرف وزير الموارد المائيه. وتم اليوم غرس 70 فسيله في كمرحله اوليه في انتظار غرس المزيد ان شاء الله. في اطار المشاركه في حمله تشجير عرقوف الشجره ارتأى جمعيه الفسيله للمياه والسياحه المشاركه في هذه الحمله بالتنسيق مع مؤسسه التطهير والموارد المائيه. في هذه المبادرة تأتي مشاركة.